مشاهدينا السلام عليكم. من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة. مرحبا بكم، ونبدأ النشرة بأهم العناوين. جلالة السلطان المعظم يتفضل فيترأس مجلس الوزراء، ويؤكد حفظه الله على أهمية سياسة التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للسلطنة. جلالته حفظه الله يؤكد مواصلة السلطنة لجهود تقريب وجهات النظر والمساعدة في حل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخيه سمو أمير دولة قطر، ينقلها معالي السيد وزير الداخلية. وفي أخبار الاقتصاد تتابعون: مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان يقر تشكيل مجلس الاستثمار العماني. وتتابعون معنا في النشرة الرياضية: أهلي سداب يواصل التألق في لعبة كرة اليد ويحلق بلقب دوري عام السلطنة للعبة عقب تفوقه على جاره مسقط في المباراة النهائية. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء الموقر ببيت البركة العامر. وقد استهل جلالة السلطان المعظم أبقاه الله الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر والثناء لما أنعم به على عمان من خير عميم، سائلا المولى عز وجل أن يديم هذه النعم على أبناء هذا البلد الأعزاء، وأن يعم النماء سائر أنحاء المعمورة. ومن ثم تفضل جلالته أعزه الله باستعراض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي أبدى جلالته ارتياحه لما حققته مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، حيث تسير بمعدلات مناسبة وفق ما هو مخطط لها، مع أهمية المضي قدما في سياسة التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر أخرى مستدامة للدخل، وبما يؤدي إلى التكيف مع جميع المتغيرات. وأكد جلالته أبقاه الله على ضرورة المحافظة على ما تحقق من إنجازات ومواصلة تطوير القدرات وتأهيل الكوادر العمانية لتحقيق انطلاقة إنتاجية في كافة القطاعات من خلال الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للسلطنة، والعمل على تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية للمشاريع الإنتاجية ذات النفع العام التي توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقق مردوداً مجزياً على الاقتصاد. وأشار جلالة السلطان المعظم إلى أن كافة خطط التنمية تضع في مقدمة الأولويات الاهتمام بالمواطن وتوفير الخدمات الضرورية له. وفي إطار استعراض حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أعزه الله للتطورات الإقليمية والدولية، تفضل جلالته فأكد على مواصلة السلطنة التعاون مع كافة الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر والمساعدة في حل القضايا بما يكفل للشعوب الاستمرار في مساراتها التنموية وسط أجواء آمنة ومستقرة. وفي ختام الاجتماع تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالتطرق إلى عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وأسدى توجيهاته الكريمة لكافة مؤسسات الدولة بمواصلة الجهود تحقيقا للأهداف المرجوة، متمنيا جلالته للجميع التوفيق لما فيه دوام الخير والازدهار
لعمان وشعبها الأبي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا بمناسبة عيد ميلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص التهاني وأطيب الأمان لجلالته وفر الصحة والسعادة وللشعب الهولندي الصديق بالطراد التقدمي والازدهار. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أرنست باي كروما رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته ولشعب سيراليون الصديق. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فوري جناسنجبة رئيس جمهورية توغو بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالته خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالته التهاني والتمنيات الطيبة لفخامته ولشعب بلاده الصديق. تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وتمنيات جلالته لسمو الأمير بالصحة والعافية وللشعب القطري بمزيد من التقدم والازدهار. نقلها معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية خلال استقبال سموه لمعاليه بالدوحة. وقد حمل سمو أمير دولة قطر معالي السيد وزير الداخلية نقل تحيات سموه إلى أخيه جلالة السلطان المعظم وتمنياته لجلالته بالصحة والعافية والعمر المديد، متمنيا للعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء بكافة المجالات. وفي إطار التعاون المشترك بين مسقط والدوحة تم التوقيع على اتفاقية للتعاون في المجال الأمني بين السلطنة ودولة قطر. وقع الاتفاقية عن الجانب العماني معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، فيما وقعها عن الجانب القطري معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة. وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق العمل المشترك في المجالات الأمنية وتطوير التعاون بما يحقق المزيد من الإنجاز الأمني في مجالات تبادل المعلومات والتدريب. استعادت القوات اليمنية وحلفاؤها مدينة المكلا الساحلية بعد عام من سيطرة تنظيم القاعدة عليها. القوات اليمنية تمكنت من دخول المكلا بعدما شنت قوات التحالف عشرات الغارات الجوية على مواقع القاعدة في أنحاء متفرقة من المدينة. وكان تنظيم القاعدة قد استولى على مدينة المكلا العام الماضي وسط موجة الحرب التي سادت اليمن والمنازعات بين القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقوات جماعة الحوثي وحلفائهم. و
وافق البرلمان العراقي على تعديل وزاري جزئي اقترحه رئيس الوزراء حيدر العباري استجابة لاعتراضات بعض القوى السياسية. ووافق النواب على مرشحين لست وزارات وأمهل العبادي حتى يوم الخميس لتقديم أسمائهم. بعد سلسلة انقسامات وسجالات وهتافات داخل قبة مجلس النواب العراقي والتي تعرضت لما يمكن تسميته بالهزة الأرضية من قبل نوابها المعتصمين بعد محاولاتهم طرد الجبوري والعبادي وبعد نقل الجلسة البرلمانية وبإجراءات أمنية مكثفة، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مغلف تشكيلة حكومته الوزارية التكنوقراط والتي لم يلقى البعض منها القبول لدى مجلس النواب، حيث أمهل العبادي 48 ساعة لتقديم بدلاء عنهم، إلا إن ما تم التصويت عليه هو أكثر من نصف الوزراء من بينهم الصحة والموارد المائية والعمل والتعليم العالي والكهرباء، إضافة إلى التصويت على إبطال إقالة هيئة الرئاسة. اليوم أصبح المطلب العراقي واضح، مطلب عراقي من كل أطياف العراقية من الشمال إلى الجنوب إلى الوسط، المطلب واضح، هو التغيير الشامل، هو تغيير الأسس التي بنيت منذ عام 2003 لحد الآن على أسس خاطئة. إسراع البرلمانيين للتصويت على التعديل الوزاري جاء بعد تهديد معتصمي تيار الصدري باقتحام المنطقة الخضراء المحصنة والتي شهدت نشر آليات ثقيلة وعناصر مكافحة الإرهاب، حيث انتشروا وبالآلاف ومنذ ساعات مبكرة في ساحتي التحرير وقرب بوابات المنطقة الخضراء للضغط على الكتل السياسية وقادتها من أجل الإسراع في مشروع الإصلاح الحكومي. برزت إرادتين، الظاهر من الإرادتين، واحدة تريد الحفاظ على المحاصصة والمكاسب وأخرى رافضة للزعامات وللتحاصص. هذا الأمر الجزء الثاني كان الشارع معه، يتقدم معه في هذا الموقف، ولو ما حراك الشارع لو لا حراك الشارع على مدة عام ما كان حصل هذا اللي حصل. وبين مشهد انقسام سياسي كبير عادت الاشتباكات لتسيطر على ناحية طوس خرماتو بمحافظة كركوك بين قوات البيشمركة الكردية وعناصر الحشد التركماني إثر سقوط قذائف هاون أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من قوات البيشمركة. يكتنف الغموض المشهد السياسي العراقي وسط تشتت أصوات السياسيين وعلو أصوات المتظاهرين والذين تحولت هتافاتهم إلى اعتصام مفتوح. لتلفزيون سلطنة عمان ناغم التميمي، بغداد. نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها 25 ضربة جوية استهدفت مواقع تنظيم داعش في العراق وسوريا. وقالت قوة المهام المشتركة في بيان لها إن 18 غارة جوية جرت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، شملت 10 مدن، أصابت وحدتين عسكريتين وجسرين، ودمرت العديد من المواقع القتالية لداعش، فيما أصابت الغارات الأخرى أهدافا قرب الموصل وكركوك وهيت ومدن أخرى. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد الفاصل. أفلاج السنينة موارد مائية تحظى بالترميم والصيانة الدورية للحفاظ على تدفقها طوال العام. السلطان المعظم يتفضل فيترأس مجلس الوزراء، ويؤكد حفظه الله على أهمية سياسة التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للسلطنة. جلالته حفظه الله يؤكد مواصلة السلطنة لجهود تقريب وجهات النظر والمساعدة في حل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.
تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخي سمو أمير دولة قطر ينقلها معالي السيد وزير الداخلية. ناقش مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه ردود أصحاب المعالي بشأن طلبات الإحاطة الموجهة إليهم من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى حول الإجراءات والوسائل التي اتخذتها الحكومة جراء انخفاض أسعار النفط. كما استعرض المجلس ردود مجلس المناقصات حول الأطر القانونية لتخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما ناقش المكتب لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة والتخصصات التي لا يوجد لها مسار مهني في سوق العمل والآلية المتبعة لحصر أعداد ذوي الإعاقة بالسلطنة وتأثير الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي. واستعرض كذلك الردود بشأن استثمارات شركة النفط العمانية بمملكة أسبانيا والردود حول بدء العمليات التشغيلية لمطار صلالة المدني. في إطار تطوير القطاع الصحي وتوسعة رقعته في ربوع السلطنة وقعت وزارة الصحة 4 اتفاقيات. تضمنت الاتفاقيات إنشاء مراكز صحية في كل من ولاية البريمي وولاية شناص والمعبيلة بولاية السيب والمحج بولاية العامرات. 4 اتفاقيات لإنشاء مراكز صحية في كل من ولاية البريمي وولاية شناص والمعبيلة بولاية السيب والمحج بولاية العامرات بتكلفة إجمالية قاربت 5 ملايين ريال عماني. تم بحمد الله توقيع الاتفاقية لإسناد 4 مراكز صحية للإنشاء، ألا وهي مركز البريمي، مركز في ولاية شناص سور البلوش، ومركز المحج، ومركز المعبيلة في محافظة مسقط. هذه هي الحزمة الأولى من المشاريع التي سيتم بإذن الله البدء في تنفيذها في هذا العام، ونؤكد أنها الحزمة الأولى، وهناك مشاريع مستقبلية الكثير منها جاهزة للإسناد والبعض الآخر في الطور الأخير من إعداد المستندات للإسناد، والبعض شارف على الانتهاء من التصميم. الاتفاقيات وقعها معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، ويأتي توقيعها استمرارا لنهج وزارة الصحة لدعم الرعاية الصحية الأولية والتوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مناطق سكناهم بمختلف محافظات السلطنة. الرعاية الصحية الأولية هي العمود الفقري لأي مؤسسة صحية أو لأي نظام صحي، وأحد أسباب الرقي بالنظام الصحي في السلطنة هو قوة الرعاية الصحية الأولية، وهي المدخل الأول للخدمات الصحية. ما أحب أيضا أن أبين في هذه المناسبة ما هو دور الرعاية الصحية الأولية. الرعاية الصحية الأولية كما هو الاسم ليست وحدات طوارئ، ليست وحدات ولادة وعمليات، وإنما الهدف الأساسي منها أو الأول هو الوقاية من الأمراض. هذه المنشآت الصحية تخدم كل منها أكثر من 10,000 شخص، وتتكون من قاعة استقبال وغرفة للمعاينة وأخرى للصيدلية، وتشمل كذلك غرفة للعلاج وغرفة للملاحظة تتكون من 8 أسرة، وقاعتي انتظار للنساء والرجال، و6 غرف للاستشارة الرجالية والنسائية، مع غرف للتطعيم وخدمات التثقيف الصحي والتغذية والعلاج الطبيعي والرعاية الصحية. كما تحتوي هذه المنشآت على 2 عيادتين للأسنان وقسم للأشعة السينية والأشعة فوق الصوتية وغرفة مختبر. آفاق التعاون في مجال الكهرباء بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت أبرز مباحثات سعادة محمد بن عبد الله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء مع سعادة المهندس هوشنك فلاحتيان وكيل وزارة الطاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وخلال اللقاء اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال قطاع الكهرباء وتبادل الخبرات بين البلدين، وكذلك دراسة فرص الربط الكهربائي المشترك بين الجانبين،
حيث تم في هذا الإطار الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية في البلدين لإعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية لبدائل ربط شبكات الكهرباء بين البلدين. ورود قضايا تتعلق بعدم تسجيل الملكيات الفكرية إلى لجنة التظلمات بمكتب براءات الاختراع الخليجي تم الفصل فيها، هذا ما أوضحته حلقة العمل معاهدة التعاون بشأن البراءات المنعقدة في مسقط. وأوضحت الحلقة أن تعزيز الاقتصاد القادم قائم على المعرفة في ظل العمل على مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار. رعت الحلقة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم. الفصل في قضايا متعلقة بعدم تسجيل الملكيات الفكرية لعدد من الاختراعات وردت إلى لجنة التظلمات بمكتب براءات الاختراع الخليجي تم الفصل فيهن. تأكيدات جاءت في حلقة عمل معاهدة التعاون بشأن البراءات في الوقت الذي يتنامى فيه الاقتصاد القائم على المعرفة. لجنة التظلمات تعنى بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين المخترعين الذين يتقدموا إلى بطلبات لاختراعات معينة وبين المكتب. طبعا هذه لجنة شبه قضائية تفصل في القضايا المتعلقة ببراءات الاختراع. إلى وزارة التجارة والصناعة وتحديدا بدائرة الملكية الفكرية التي سجلت نحو 2800 طلب حق المؤلف. أصبح عندنا مكتب إلكتروني نقدر إن إحنا نستلم فيه الطلبات الدولية، وبكده المخترع العماني والمقيم في سلطنة عمان يقدر إن هو يخرج بطلب براءة الاختراع بتاعه، مش يودع على المستوى الوطني بس في السلطنة، ولكن على مستوى 140 دولة عضو في اتفاقية التعاون بشأن البراءات. 26 من أبريل هو يوم عالمي للملكية الفكرية تنظر فيه السلطنة إلى بوصلة الاختراع عن كثب، مع الاقتراب من الانتهاء من مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار. الأرقام تشير إلى أن هناك ازدياد في تسجيل الملكيات الفكرية بوزارة التجارة والصناعة في الوقت الذي تعمل فيه السلطنة على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط. ضمن فعاليات الأسبوع العلمي الرابع بجامعة السلطان قابوس نظمت ندوة حملت عنوان عمان بلا إعاقة بحلول عام 2040. الندوة خرجت بتوصيات مهمة منها ضرورة الفحص قبل الزواج ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع وأهمية التبرع بالأعضاء. عمان بلا إعاقة بحلول عام 2040، هكذا انطلقت فعاليات الأسبوع العلمي الرابع بجامعة السلطان قابوس وسط آمال وتطلعات متفائلة نحو غد أفضل للحد من الإعاقة بكافة أشكالها في السلطنة. طرحنا بعض الحلول ألا وهي عدم الالتزام بسلامة المرور وأيضا التبرع بالأعضاء وأيضا الفحص قبل الزواج، وهذا من أهم الأشياء التي لا بد من أن ندركها ألا هو الفحص قبل الزواج. الجانب الاجتماعي والإعلامي والطبي محاور رئيسية ركزت عليها الندوة خلال عدد من أوراق العمل المقدمة من المختصين يأملون من خلالها توضيح المتغيرات الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على المجتمع العماني للوصول إلى الحلول الجذرية للحد من أسباب حدوث ظاهرة الإعاقة. من خلال هذه الندوة حاولنا نركز على الجوانب الاجتماعية المسببة للإعاقة اللي من مثلها الزواج الأقارب والزواج المبكر وغيرها من العادات الاجتماعية المسببة للإعاقة. الشباب المقبلين على الزواج لابد لهم خصوصا الآن وخلال المرحلة المقبلة من اتباع الإجراءات الحديثة والإجراءات العملية المدروسة والتي يوصي بها المختصين في هذا المجال من الفحص قبل الزواج. الفحص قبل الزواج ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع والتبرع بالأعضاء والالتزام بقواعد المرور ووعي وتثقيف المجتمع حلول تفاعل معها الحاضرون والمحاضرون للوصول إلى الحلول الناجعة
للحد من ظاهرة الإعاقة في المجتمع. في عمان 51% من مجمل الأمراض الوراثية هي من نوع الأمراض الوراثية المتنحية، أي الشخص يحمل الصف الجين المعطوب ولا تظهر عليه الصفات الوراثية، وبالتالي هم هذول المجموعة اللي ممكن يستهدفها في الفحص قبل الزواج من أجل تحديد ذلك، ثم تقديم الإرشاد الوراثي للحد من زيادة المعدلات. هناك عدد كبير من المراكز المنتشرة في كافة محافظات ولاية السلطنة، مراكز الوفاة لتأهيل الأطفال المعاقين، أيضا في مراكز متخصصة هنا في محافظة مسقط مثل مركز الأمان للتأهيل ومركز التقييم والتأهيل المهني، بالإضافة إلى مراكز أخرى. وتشكل الأمراض الوراثية بكافة أنواعها نسبة مهمة في أسباب حدوث ظاهرة الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية وغيرها، حيث تشير أحدث الإحصائيات أن نحو 10% من العائلات العمانية يوجد بها طفل مصاب بأحد الأمراض الوراثية التي تؤدي إلى الإعاقة. نحو غد أفضل، عمان بلا إعاقة بحلول عام 2040، هي رسالة توعوية لأفراد المجتمع للوصول إلى أفضل الممارسات للحد من الإعاقة في السلطنة. من جامعة السلطان قابوس، محمد بن عمير الهنائي. نصل بكم الآن مشاهدينا الأعزاء إلى الأخبار الاقتصادية مع الشعثاء البريكية. مرحبا شعثاء. أهلا وسهلا، شكرا لك أحمد. إذن أخبار المال والأعمال لديك، تفضل. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة، طازج وصحي لكل العائلة. أهلا بكم. أقر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان تشكيل مجلس الاستثمار العماني كمبادرة لتفعيل دور شركات ومؤسسات القطاع الخاص وأصحاب وصاحبات الأعمال في المساهمة في استقطاب الاستثمار الأجنبي للسلطنة. وتبنى المجلس في اجتماعه برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس المجلس وحضور الأعضاء، تبنى تشكيل مجلس الاستثمار العماني، وهو الأول من نوعه في السلطنة، ويضم في عضويته عددا من كبار رجال الأعمال العمانيين الفاعلين وأصحاب رؤوس الأموال والباحثين عن الفرص الاستثمارية. وسيكون مقر المجلس الذي يترأسه سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة محافظة مسقط. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو القادم 40.97 دولارا، وشهد سعر نفط عمان انخفاضا بلغ 15 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الذي بلغ 41.12 دولارا. وبلغ سعر نفط عمان تسليم شهر مايو المقبل 36.34 دولارا للبرميل، مرتفعا بذلك 6.11 دولارا مقارنة بسعر تسليم شهر إبريل الجاري. نحن في أوربي نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان. الصفوة من شركة أعلاف الظفار، علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة، طازج وصحي. We'll be right back.
استمتعي بألذ الأطباق مع لبنة الصفوة الفاخرة. أعلن البنك المركزي العماني عن طرح مناقصة إصدار أذون الخزانة الحكومية اعتبارا من 27 من شهر إبريل الجاري وحتى 25 من شهر مايو المقبل. وأفاد البيان الصادر عن البنك بأن إجمالي قيمة الأذون المخصصة 26 مليون ريال عماني، حيث بلغ متوسط السعر المقبول 99.953، في حين وصل أقل سعر مقبول إلى 99.950 لكل 100 ريال عماني ريال عماني. وتعتبر أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. أصدر بنك مسقط سندات بقيمة نصف مليار دولار أمريكي باستحقاق مدته 5 سنوات وبفائدة تبلغ 3.75%، وذلك ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل التي قام البنك بطرحها للمستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث شهد الطرح اهتماما وإقبالا كبيرا من قبل المستثمرين على كافة المستويات. ويعد إصدار هذه السندات هو الأول من قبل بنك عماني منذ عام 2013، والذي سيساهم في تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع كافة المستثمرين الإقليميين والدوليين ومع المؤسسات المالية العالمية. تجاوز إجمال قيمة النشاط العقاري المسجل خلال شهر مارس الماضي بمحافظة البريمي مبلغ 5,879,000 ريال عماني، فيما بلغت الرسوم المحصلة 91,460 ريالا عمانيا من خلال 682 تصرفا قانونيا شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن بالإضافة إلى فك الرهن. وسجلت عقود البيع في المحافظة ما يزيد عن 184 عقدا في الرهن و25 عقدا في الهبات و7 عقود في الإرث و14 عقدا في المبادلة بالإضافة إلى 12 عقدا في فك الرهن. أما عن عدد الملكيات الصادرة خلال شهر مارس الماضي فأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة بلغت 400 سند ملكية، مشيرا إلى صدور 3 سندات ملكية لأبناء دول مجلس التعاون. انتهت النشرة الاقتصادية وعودة للزملاء أحمد وجيهان. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة، طازج وصحي لكل العائلة. أكثر من 600 خريج وخريجة من مخرجات معاهد المعلمين والكليات المتوسطة وكليات التربية احتفلت بهم وزارة التعليم العالي ضمن الملتقى الأول للخريجين. الملتقى استعرض خبرات وتجارب الخريجين للدفعات منذ عام 1975 وحتى عام 1998. بكم نفتخر شعار الملتقى الأول للخريجين من معاهد المعلمين والمعلمات والكليات المتوسطة وكليات التربية للدفعات من عام 1975 وحتى عام 1998، والذي أقيم تحت رعاية معالي الدكتورة راوية بن سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي. ملتقيات الخريجين أو أندية الخريجين يعرف أكاديمي سائد في كل جامعات مؤسسات التعليم العالي حول العالم. المؤسسات الأكاديمية حقيقة دائما تفتخر بمخرجاتها وتحرص على التواصل معهم، لأن هذا التواصل في منفعة لجميع الأطراف حتى للمؤسسة. نحن كخريجات يعني عادة ما بين فترة أو بين حين والآخر، ربما أنا الحين التقيت بأحد الأخوات من 20 سنة لم ألتقي فيها.
الملتقى أكد على أهمية جمع هذه الدفعات التي أمضت أكثر من 41 عاما لتخرجهم للالتقاء بزملائهم والاستفادة من خبراتهم في معترك الحياة العملية عبر إيجاد قاعدة بيانات لجميع المؤسسات الأكاديمية لتطوير عمل هذه المؤسسات. أنا بالنسبة لي كنت في خريج في أثناء التعليم، يعني ندرس وندرس لحتى ما تخرجنا، وكان التخريج في 75. استعدنا ذكرياتنا أيام الدراسة وأيام المحاضرات ومرافق الكلية والتجديد والتغيير اللي صار فيها، وأنا بعد كملت الدراسة في هذه الكلية وممكن ملاحظة الفرق من قبل يعني، لكن زميلاتي في منهم اللي كنت أشاهده في المدارس وفي زميلاتي اللي تقريباً 22-23 سنة ما شفتهم، كان اليوم فرصة جميلة جداً للقاء وسعيدين جداً صراحة. تكريم أقدم خريج وخريجة وتدشين قاعدة البيانات الإلكترونية والعدد الأول من النشرة الإلكترونية بكم نفتخر أبرز ما تضمنه هذا الملتقى. ملتقى الخريجين الأول للدفعات منذ عام 1975 وحتى عام 1998 حقق أهدافه على أمل تكراره كل عام. عبد الله بن عامر الويهي من كلية العلوم التطبيقية بولاية الرستاق محافظة جنوب الباطنة. ننتقل بكم الآن إلى الأخبار الرياضية مع حسين العماري. مساء الخير حسين. مساء النور جهان. إيش أهم الأخبار الرياضية اليوم؟ بالتأكيد تتويج نادي أهلي السلاف بطلا لدوري اليد هذا المساء. كل التوفيق. كذلك هناك أخبار أخرى بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. سيدخل منتخبنا الوطني للشباب غدا الأربعاء معسكرا داخليا بقيادة المدرب رشيد جابر، يستمر حتى 29 من الشهر الجاري، ويعتبر المعسكر هو الثالث للمنتخب خلال العام الحالي، ويهدف المدرب من خلاله إلى انتقاء أفضل العناصر والتي ستكون المنتخب الشاب فيما بعد، والذي تنتظره العديد من الاستحقاقات أبرزها البطولة الخليجية التي يحمل لقبها بالإضافة للتصفيات الآسيوية. كما سيقف المدرب على الإمكانيات الفنية والبدنية التي يتمتع بها اللاعبون ويسعى إلى إيجاد نوع من التجانس بينهم. أسدل الستار مساء اليوم على منافسات دوري عام كرة اليد بتتويج أهلي سداب بطلا للمسابقة بتفوقه على جاره مسقط ب28-22 نقطة. المباراة أقيمت على الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وتحت رعاية الشيخ خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العمانية. وقدم الفريقان مباراة كبيرة طوال شوطي المباراة، إلا أن خبرة لاعبي أهلي سداب واستغلالهم للفرص رجحت كفتهم في النهاية. المباراة وهنا الكرة والكرة جميلة جول. لدينا اللاعب جمال الدغيشي هو الآخر. نعم البطولة ترفع في هذه اللحظات ودرعي دوري عام السلطنة للدرجة الأولى يذهب. ألف مبروك لنادي أهل سداب ومنير عريس هذه الليلة هذه البطولة. وكان نادي عمان قد حجز المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على السيب بنتيجة 31-25 نقطة. نادي عمان فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول لينجح في إنهائه لمصلحته بنتيجة 17 نقطة مقابل 12، وواصل الأحمر تفوقه في الشوط الثاني في ظل تراجع السيب ليكسب المواجهة بنتيجة 31-25 نقطة. فوز بفارق هدف هنا ايضا على الدائرة اعزائي المشاهدين بشكل جميل، والتقاطع من في اللعب الماضي هنا من الجناح شاهدين قلنا السيب قلص الفارق. عالميا انهى فريق اتلتيكو مدريد الاسباني استعداداته لاستضافه بايرن ميونخ الالماني بالعاصمه الاسبانيه في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لكره القدم. ويحافظ الأتلتيكو على أمل تحقيق ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيواصل الفريق مساعيه للفوز باللقب الأوروبي عند استضافته للبايرن غدا. وأجرى فريق دييغو سيميوني مرانا أخيرا اليوم استعدادا للمباراة التي ستقام على أرضية ملعبه.
وفي انجلترا استبعد المدير الفني لليستر سيتي كلاوديو رانييري فكرة ضم مواطنه فرانشيسكو توتي بعد انتهاء عقده مع روما، وذلك ردا على الشائعات التي ربطت مستقبل الملك البالغ من العمر 39 عاما بنادي ليستر سيتي. ويعرف المدرب الإيطالي أن توتي يعيش أيامه الأخيرة في الأولمبيكو بسبب مشاكله مع المدرب لوتشيانو سباليتي، ومع ذلك أشار إلى صعوبة انتقال بطل العالم 2006 إلى ليستر سيتي الذي ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا وأصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب البريمير ليج. طالب الإسباني رافائيل نادال الاتحاد الدولي للتنس بنشر كافة نتائج فحوصات المنشطات التي خضع لها مؤخرا، ويأتي ذلك بعد قيام وزيرة الرياضة الفرنسية السابقة روزيلين باشلو باتهامه بتعاطي المنشطات. وأكد مقربون من نادال إرسال هذا الخطاب للاتحاد الدولي للعبة، وجاء الأمر بعد يوم من إعلان الإسباني تقديم دعوى قضائية ضد الوزيرة الفرنسية يتهمها فيها بتشويه سمعته. انتصر أوكلاهوما سيتي ثاندر على دالاس مافريكس ب 118 نقطة مقابل 104 نقاط ضمن الدور الإقصائي لكرة السلة الأمريكية، حيث استعان فريق أوكلاهوما سيتي بكيفن دورانت وذلك بعد تسجيله 33 نقطة لينتصر على دالاس مافريكس ويفوز نتيجة لذلك بسلسلة لقاءاتهما في الدور الأول وبنتيجة 4 مباريات مقابل مباراة، ليتقدم بذلك إلى الدور الإقصائي الثاني للمجلس الغربي. That's great patience there by the Mavericks. As Felton won't see the end of the scramble, but Felton's Adams going down. Westbrook lobs it. كان ذلك الخبر الأخير في جولتنا الرياضية. عودة بكم إلى الزملاء وما تبقى من أخبار. تعد الأفلاج أحد أهم الموارد المائية في ولاية السنينة بمحافظة البريمي، حيث يعتمد عليها اعتمادا كبيرا في ري المزروعات المتنوعة التي يحرص أبناء الولاية على زراعتها. ومن أجل الحفاظ على هذا المورد المائي قامت بلدية السنينة بصيانة وترميم عدد من الأفلاج على مراحل مختلفة. الماء والخضرة في ولاية السنينة وجهان لعملة واحدة، فهذه البساتين على امتدادها ما فتئت تشكل معلما من معالم الحياة الجميلة فيها. طال عمرك هذه البلاد تكون من 4 فلاية، عندك فلي السنينة وفلي الريحاني والهرموزي والراكج. فأيام الواسم نحن نزرع الطماط، نزرع عندك الموز، نزرع الليمون، ونزرع البر، والحمد لله الماء متوفر. الفلاية زينة، وعندنا الفلاية نحن يسمونها بالأزهر والأصيلة، هاي الأزهر طال عمرك نص ساعة لثرين ساعة، وعندك مشاع على كثر النخيل. اللي عنده نخيل وايد عنده ما وايد، واللي عنده نخال شوي عنده ما شوي. ومع مرور الأيام يعتري هذه الأفلاج ما يعتريها من تغيرات، ليأتي الدور هنا على جهات الاختصاص للعمل على إعادة الحياة فيها لتعود الحياة في هذا المكان. أولت الحكومة اهتمام بالغ من جوانب صيانة الأفلاج والاهتمام فيها من ناحية مراقبة الأفلاج بشكل دوري، يعني وعندنا بالنسبة عن مشاريع الصيانة خصوصا في ولاية السنينة تمت بعض المشاريع من قبل الحكومة مثل حفر آبار مساعدة لفلج الهرموزي، والحين نحن شغالين في صيانة فلج السنينة مجرى قناة الفلج. وإضافة إلى عملية الصيانة والترميم، تقوم البلدية أيضا بمتابعة تدفقات المياه في هذه الأفلاج من خلال المراقبة الشهرية، كما أن للأهالي دور كبير من خلال قيامهم ببعض المشاريع بجهود ذاتية. أن توجد مشاريع قاموا بها الأهالي على انفراد مثل ما حدث عندنا في فلج الريحاني وفلج الراكي، وكذلك أيضا فلج السنينة تم حفر مجموعة من الأبار مساعدة لهذه الأفلاج. من ولاية السنينة بمحافظة البريمي، أنور بن زاهر الغربي. في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين.
جلالة السلطان المعظم يتفضل فيترأس مجلس الوزراء، ويؤكد حفظه الله على أهمية سياسة التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للسلطنة. جلالته حفظه الله يؤكد مواصلة السلطنة لجهود تقريب وجهات النظر والمساعدة في حل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخيه سمو أمير دولة قطر، ينقلها معالي السيد وزير الداخلية. وفي ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء.